وبشأن التقارير التي تحذر من خطورة تفشي مرض الغدة الدرقية في العراق في ظل تدني الخدمة الصحية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الأخصائي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا بك معنا دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. مساء الأنوار دكتور إبراهيم. محافظة الأنبار تشهد ارتفاعا كما تعلم، وصفه المراقبون بالمقلق في أعداد المصابين بأمراض الغدة الدرقية. بداية، ما هي أسباب هذا المرض؟ والله أسباب أستاذ العزيز، مرض الغدة الدرقية ليس جديد بالعراق. يعني إحنا عندنا الغدة الدرقية، الماء واليود ساهمت عليها، وجانا التلوث وجانا الحصار والفساد الإداري اللي تعاني دائرة صحة الأنبار حصرا ومستشفيات. يعني إحنا كان عندنا ماجد السعد الله يذكره بالخير مسؤول عن مركز الاورام في الانبار، وكانت ماشيه سموكي كل الزينه، بس صار الفساد وبدليل النزاهه والدنيا تقول اكو خروقات بحدود 3 مليارات في دوائر الصحيه مال الانبار. نعم، الصحه المراكز الصحيه التخصصيه المهمه موجوده في بغداد، حتى بكل المحافظات تفتقر بها وليس الانبار. احنا عندنا الخلل كلش، الغدة الدرقية السامة ثايروتوكسيكوسيس اللي فعلا أدويتها غالية، كريزوبلبين وما أدري شنو، إذن المسائل الأدوية أدويتها غالية. أكو الأدوية، أكو الغدد الدرقية، أكو الوظيفية لغدة سن البلوغ، هذا علاجه تحفظي. أغلب الأمراض الغدة الدرقية علاجه تحفظي، بس مرات السوليتري الغدة الفصية هذه تتحول إلى سرطان، ينصح بها برفع الفص هذا، او مرات بارشيال ثايروتوكتومي يعني رفع جزئي. هذا تحتاج دعم الى مراكز. احنا بصراحه الانبار مهتمين، يعني تعرف انت عشائريه وكذا، هذه ما مهتمين بالقضايا العلميه. روح انتبه، مو بس الانبار، الانبار محافظات الجنوب. طيب يعني انت انتبه، حتى انت هسه مرات تجي تحكي لي على الغده الدرقيه، انا عندي مآسي التدرن وداء الجرب بالغذاء في السجون. السجون العراقية مكتظة، أكثر من 600,000 سجين محكومين، هم نصهم براء، أنا أحلف باليمين نصهم براء كأطباء، يجون عوائلهم يريدون من عندنا أدوية، يحجون الأعراض نعطيهم الأدوية، يكب الدواء بالبعض. هذه المآسي مالتنا سيد العزيز. الغدة الدرقية هذا أكو بالتقرير وحدة تقول كان بالغدة وبعدين نزل للغدة اللمفاوية، هذا هوشكين ديزيز، هذا بعدين ياخذ أو يعني ورم اورام الغدة اللمفاوية وليس شو اسمه وليس الغدة الدرقية. هوشكين ديزيز نعم، ياخذ علاج وبعدين من يصعد يعني ابر لو يعني اسفل البطن واعلى البطن ياخذ كيموثيرابي. للمعلومة هذه ليس جديدا على وزارة الصحة، الكيموثيرابي دين المال 10 مرضى ينقسم على 20 مريض. يعني سوف نتحدث بموضوع تقصير وزارة الصحة والحكومة بشكل عام في معالجة يعني هذه الأزمة أو هذا المرض، ولكن هنا السؤال يعني للتلوث وآثار الحروب، هل لها دور حقيقي في تفشي هذا المرض الخطير في العراق؟ بالتأكيد بالتأكيد نعم نعم، ترى احنا اللي عانى الشعب العراقي للأمانة، بس الشعب الفلسطيني شوية عانى أكثر من عندنا، بس أكو من ورا يوقف، بس الشعب العراقي من الحصار 10 سنوات حصار، 20 سنة حروب، 30 سنة صار، هذول اللي جونها اللي جابتهم الديمقراطية الأمريكية والغرب المتصهين اللي سلطهم علينا، مرة ديمقراطية ومرة انتخابات ومرة صواريخ، هذه أسبابها يا حبيبي. تلوث نعم تلوث، يعني استخدام هاي الجسمه والتقارير الامريكيه تقول مئات الالوف من الابطان من المواد المشعه اللي هذا اب تو ناو، الى الان الشعب العراقي يعاني من هاي التشوهات والدنيا. روح شوف التشوهات الولاديه بالفلوجه، شوف طبعا المنطقه الغربيه والبصره اكثر، وميسان حتى نكون واضحين، العماره والبصره والانبار والفلوجه اكبر مناطق متاذيه من الاحتلال والحصار والدنيا، الى الان هن ذن المناطق.
نعم، يعني هنا السؤال، ما هذا التقصير الحكومي أو ما سبب هذا التقصير الحكومي رغم لربما هناك صرف لنحو 4 مليارات دولار لشراء الأدوية في موازنة الدولة، ولكن يعني لا تغطي هذه الأموال، أو يعني لا يظهر أثر هذه الأموال في تغطية العلاجات؟ سيدي العزيز، رحمة على ذاك الأب، ترى الفساد الإداري، تدري أنت أكثر من 12 شركة معتبرة قفلت ورجعت، راحت خادرت العراق، لأن يريد كوميشن. هسه الأدوية مثلا من تستورد تجي من أسواق سيئة، حتى هذا الدواء يعني الدوز مالته، شوف كل الأدوية اللي تدخل العراق نير اكسباير، يعني الانتهاء مالتها قريب جدا. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الأخصائي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.